نطلع على هذا. اول خطوه راح نعملها راح نحدد كل الزد اكسيز من زد 1 لزد من زد 0 لزد 6. فزي ما حكينا احنا ممكن الفريم نحطه هون. هلا اذا دخلتوا على كوميرشال روبوت، هاي كوميرشال سايت تبعته، راح تلاقوا الاطوال هاي اللي موجوده هون والاطوال احنا راح نرمز لها هلا بس برموز. فراح ناخذ هون، راح اخذ هون زد 0 وزد 1 منطبق. اوكي، اذا هذول اول 2 اكسيز. راح ناخذ هلا هون لازم احدد طبعا الاتجاه، فهذا هو الاتجاه البوزيتيف. بعدين راح ناخذ هون زد 2، راح احدد هذا هو الاتجاه البوزيتيف بالنسبه لها. راح يكون عندي زد 2 هون. هلا هذه القطعه اذا نرسمها سيبرتلي راح نلاقي من ال انه هذا الخط جاي عمودي على هذا الخط، اوكي، وهي مهم انه نعرفها. فصار عندي الان هذا راح يكون، وهذا طبعا الاتجاه انا حطيته هون، فلما بطلع عليه من هون ايش بشوف؟ زد 2 بشوفه اكس، اوكي، عشان لما يجي نطلع. نفس الشيء راح نعمل هون، هذا زد 3 من هون صار هذا الاكسس الثالث. هلا هون زي ما حكينا لما رسمنا هاي هذول اوفست مش جايين على بعض، فاذا بدنا نيجي على هاي القطعه نطلع عليها نلاقي انه هذا هيك بس هذا الخط جاي بهذا الاتجاه. فراح نحط هلا هذه هون اكس بنفس الطريقه هون، وراح يكون هذا زد 3 اللي هون لما بتطلع عليه راح يكون زد 3 داخل بالصفحه. بعدين عندي هلا هذول جايين، هدول راح يكون هذا خط هيك بهذا الشكل، فلو مدينا هذا الخط راح ينقطع معه هون. فهذا راح يكون الان زد 4 وزد 6. فعندي هون زد 4 راح يكون نازل بهذا الاتجاه، كمان زد 6 راح يكون نازل بهذا الاتجاه، وعمودي عليهم وبتقاطع معهم، هلا هذا هون بتقاطع معهم اللي هو زد 5. هاي راح تكون عندي كمان اكس من، اذا هاي صار عندي زد 0 لزد 6. هلا ناخذ الاكسس، ناخذ الاكسس بلون ثاني. هلا نيجي نطلع على زد، عندي زد 1 وزد 2، او نحط الزاويه، ايش رقم نحط الزوايا؟ هلا الزاويه لازم نطلع على البوزيتيف ونطلع على الوضعيه اللي فيها بيكون الروبوت، بيكون هو الانيشال، بتكون الزوايا كلها زيرو. هذا البوزيشن اللي هو موجود فيه الان كل الزوايا زيرو من ثيتا 1 لثيتا 6. يعني هذا هون اذا انا فرضت الان هي عندي زد 1، اذا فرضت اكس 0 هون معناها اكس 1 كمان هون بتكون الزاويه هاي 0 اللي هي ثيتا 1. هلا لاحظوا ثيتا 1 وين راح تكون؟ بوزيتيف. هي زد 1 وثيتا 1 حوالين، ثيتا 1 حوالين زد 1 مضبوط؟ فراح تكون بهذا الاتجاه. فاذا حطينا بالاخضر هاي راح تكون ثيتا. هذا مهم لانه لما باجي بقول الجوينت سبيس، اذا قلت انه ثيتا بوزيتيف، وين يعني ثيتا بوزيتيف؟ يعني رايحه هيك، ثيتا نيجاتيف راجعه، اوكي، من الانيشال بوزيشن، من البوزيشن تبعها. يعني احنا يمكن نحط هون مثلا علامه ماركر وهون، او نحط هون ماركر وهون ماركر. هذول الماركرز الاثنين اذا انطبقوا على بعض ايش بعتبر انها ثيتا 1؟ زيرو. اذا راحت بهذاك الاتجاه معناها ثيتا 1 بوزيتيف، اذا اجت بهذا الاتجاه معناها ثيتا 1 نيجاتيف. اوكي، هي صار عندنا هذول. هلا ناخذ الزاويه الثانيه. هلا نفس الشيء، هذا لما تكون الزاويه هاي لما تكون اكس، ايش راح تكون هذه؟ اكس 1 واكس 0 واكس 2 كلهم بهذا الاتجاه. لما تكون اكس 1 واكس 2 واكس 1 منطبقين على بعض في هاي الوضعيه راح تكون الزاويه ثيتا 2 0، لان ثيتا 2 حوالين مين؟ حوالين زد 2. كيف بتكون موجبه؟ بدي اتبع هون زد 2 مضبوط؟ هي زد 2 هي هيك. إذا ثيتا 2 بتكون موجبة ب هذا الاتجاه. إذا هيك هيك هذه بتكون ثيتا 2 موجبة. وفي لها بوزيشن راح تكون عنده زيرو، فلو جيت رجعت نفس الشيء الآن حطيت هون ماركر على هاي الجهة وماركر على هاي الجهة، راح تكون هذا لما تكون ثيتا 2 زيرو. إذا لما بقول ثيتا 1 زيرو وثيتا 2 زيرو، كيف بكون شكل الوضعية؟ بتكون الوضعية هاي وهاي بتكون جاية عمودية هيك بهذا الاتجاه. هلا نيجي على زد 3، وين ثيتا 3 راح تكون؟
ثيتا 3 بدها تكون حوالين زد 3. هلا انا عندي هون من الشكل هذا اللي موجود هون، هلا نيجي نطلع على الخطين، عندي زد 4 هاي زد 4 بهذا الاتجاه مزبوط، وزد 3 بهذا الاتجاه. اذا طلعنا عليهم هون راح الاقي زد 4 بهذا الاتجاه وزد 3 بهذا الاتجاه. هذول الخطين ايش؟ عمودين على بعض بس في بينهم مسافه مزبوط. اذا الاكس اكس 3 وين راح تكون؟ اذا اكس 3 بدها تصير بهذا الاتجاه. خلينا نحط الاكسز الازرق مثلا والاكس 3. اذا اكس 3 هي المسافه اللي هي ايه من 3 ل 4 مزبوط، اللي هي A3. فراح تكون هذه اتجاهها، هلا هي بتبين هون انها مايله بس هي عموديه عليها بهذا الاتجاه. اذا صار عندي هون Z3 بهذا الاتجاه وX3 بهذا الاتجاه من هون. اذا لما X3 تكون 0 وين بكون هذا؟ لما ثيتا 3 عفوا، لما ثيتا 3 تكون 0 هذا وين بيكون؟ نعم. فالوضعيه لما باجي بطلع على الروبوت والثيتاز كلهم زيروز راح يكون الوضعيه اللي مرسومه هون، لانه هي اكس 3 عندي هون. وين اكس 2؟ اكس 2 راح تكون هون. هلا اذا رسمنا اكس 2 زد 1 بتقاطع مع زد 2 مش هيك؟ قلنا اذا الاكسس بتقاطعوا مع بعض معناها لازم تكون الاكس عموديه عليهم. هلا العموديه ممكن اخذها اختارها بهذا الاتجاه، ممكن اختارها بهذا الاتجاه، راح اختارها بهذا الاتجاه وراح احاول اخليها موازيه لهذا الاكسس. هي توازي اكس 3. هي توازي اكس 3 نعم. بس طبعا اذا هاي بدها تتحرك رح تتحرك. هلا اكس 2 واكس 3 في هاي الوضعيه الزاويه بينهم زيرو، معناها ثيتا 3 بهاي الوضعيه زيرو. ثيتا 3 كيف بدها تكون بوزيتيف؟ هاي زد 3. اذا وين ثيتا 3؟ اذا بتكون اذا نحطها بالاخضر هاي ثيتا 3 بهذا الاتجاه. اذا ثيتا 3 بهذا الاتجاه وهاي الوضعية إلها بهذا الوضع ثيتا 3 0. طيب صار عندي إذا هي زد 0 وزد 1. اكس 1 راح يكون كمان بهذا الاتجاه، اكس 1 واكس 0 راح يكونوا بهذا الاتجاه فهم منطبقين. اكس 2 اكس 1 واكس 0 كلهم بهذا الاتجاه. شو صار الاختلاف بين زد بين فريم 1 وفريم 2؟ الاكس نفسها بس الزد مش نفسها، إذا الواي راح تكون كمان مش نفسها مظبوط. طلعوا على فريم اكس فريم 1، فريم 1 وين الزد 1؟ هي زد 1. وين الاكس 1؟ هي اكس 1. وين لازم تكون هلا واي حتى يطلع معي بهذا الاتجاه هيك؟ لازم تكون واي هيك مظبوط بهذا الاتجاه. حط الواي بالاحمر فراح تكون عندي واي 1 وواي 0 منطبقين على زد 2، لكن هذا مش صحيح بالنسبه لواي 2 مش هيك؟ وين اكس 2؟ هي اكس 2. وين زد 2؟ اذا حطيت واي 2 هون راح تكون هاي معكوسه، اذا وين لازم تكون واي 2؟ وهي عندي هون واي 2. اذا هاي اول ثلاث فريمز حطيناهم كاملين. اذا عندي هون زد 0 وزد 1، اكس 1 واكس 0، واي 1 وواي 2. بالنسبه لزد 2، زد 2 بهذا الاتجاه، اكس 2 هون بهذا الاتجاه واي 2 راح يكون بهذا الاتجاه. صار عندي بين اكس 2 واكس 3 هي الزاويه ثيتا 3 مضبوط اللي هي هاي، وبين زد 1 وبين اكس 1 واكس 2 راح تكون الزاويه اللي موجوده عندي. اوكي اذا بالنسبه لهذا الاول ثلاث فريمز. هلا نيجي على الفريمز اللي هون، حددنا هذه زد 3 بهذا الاتجاه، واي 3 بهذا الاتجاه، وين لازم تكون عفوا زد 3 بهذا الاتجاه، وين لازم تكون واي؟ لازم تكون واي بهذا الاتجاه، واي 3. ماشي هيك بكون واضح هذول الثلاث فريمز الاولانيات. هلا قبل ما نترك هاي الرسمه نروح على الرسمه اللي بعدها، خلينا نحط اول شيء اول ثلاث فريمز. اذا بناخذ هون هلا من 0 ل 1، لما اطلع من 0 ل 1 ايش الترانسفورميشن؟ هوموجينس ترانسفورميشن بتطلع معي اي تي 1 0 مضبوط. وهذه بدي لها الفا 0 و اي 0 وبدي ثيتا 1 دي. وهدول بالنسبه ل زد وهدول بالنسبه ل اكس، يعني هدول من زد لزد وهاي من اكس
ده اكس حوالين زد وحوالين اكس. اذا هاي روتيشن حوالين الزد ترانسليشن للزد along اكس، هاي روتيشن حوالين حوالين الزد لاكس، وهي حوالين ترانسليشن اكروس الزد. هلا لو جينا اطلعنا على هذول الفريمز الاولانيه، ناخذ هذا الجزء، بعدين بعدين رح ناخذ 2 ل 1، ناخذ من 1 الى 2، ورح يكون عندي هون الفا 1 و A1 وثيتا 2 و D2. اوكي نطلع الان على هذول. هلا عندي اذا طلعت بين 0 و 1 ما فيش عندي Z1 و Z0، ما فيش زاويه بينهم، فبتكون الزاويه هون الفا 0. ترانسليشن ما في عندي، فيش عندي مسافه هون A0، والدي نفس الشيء فيش اوفست، لاني اخترت اني احط الاوريجن تبع 0 هون ما حطيتوش هون، مضبوط؟ كان لو حطيته هون كان بكون في عندي D1، فيش عندي D1 من هون، بصفي عندي ثيتا. اوكي اذا هذا اول جزء. طلع الجزء الثاني. هلا الجزء الثاني في عندي روتيشن من Z1 ل Z2، مضبوط؟ حوالين مين بدها تكون؟ حوالين X1. X1 موجودة هون. هلا من X1 من Z1 ل Z2 حوالين X1 راح تكون سالبة، مضبوط؟ كل واضح ليش؟ هي X1. لو كانت الروتيشن بهذا الاتجاه من Z1 ل Z2 كان بيطلع بها سالبة هيك، ف X1 هون راح تكون هاي الزاوية ناقص 90. الزاوية عندي هون بين Z1 وZ2 تكون ناقص 90 درجة. نطلع على A. هلا هذول طبيعتهم بتقاطعوا، فA لازم تكون الزاوية ثيتا 2، الزاوية ثيتا 2 اللي هي بين X1 و X2 around Z2، مضبوط؟ اللي هي حركة هذا. فلما هذا يبدأ يتحرك، وقلنا الزاوية كانت نيجاتيف، إذا طلع هذا لفوق تكون ثيتا 2 نيجاتيف، وإذا نزل لتحت تكون بوزيتيف، إذا هون عندي ثيتا 2. ودي 2 ما عندي مش هيك؟ دي 2 ما في لانه انا ما حركتش الاوريجن. هلا ببين عندي دي 3 بين 2 و 3، مضبوط؟ فاخترنا هون احنا نخلي هاي، فراح تضلها هذه هون. زين ناخذ الان اللي بعده. نطلع الان من 2 ل 3. هلا اول شيء بدنا الفا، هل في روتيشن بين زد 2 وزد 3؟ زين اثنين متوازيين مش هيك؟ اذا الزاويه 0 اللي هي راح تكون الفا 2. طيب نطلع الان في عندي هون راح يكون في A. هلا احنا قلنا A هي اللي هي المسافه هاي كانت هذه كانت A2، وفي عندنا D3 مش هيك؟ D3 كيف بدنا نحطها؟ أحسن طريقة نحطها هون اللي هي D3 along Z3 و A2 along X2، فراح يصير عندي هون A2 و D3، وهي راح تكون ثيتا 3 اللي حطينا كمان الإشارة تبعتها بوزيتيف هيك، فإذا هاي الذراع هاي تحركت بهذا مش هيك حطيناها هي هيك بهذا، فبهذا الاتجاه راح تكون ثيتا 3 بوزيتيف، وبهذا الاتجاه راح تكون نيجاتيف، والوضعيه تبعتها اللي فيها ثيتا 0 ثيتا 3 0 راح تكون عموديه على هذا الخط من هون بهاي بهذا الاتجاه. هلا هيك بنقدر نترك هذا الجزء. بدنا نتذكر بس انه